وقبل بقى ما نقول كده ان احنا بنودع اخر ساعات في شهر رمضان المبارك ونستعد للعيد، احنا مستعد للعيد بحاجات كتير، لكن من ضمنها طبعا وقطعا الاكل وتفاصيل هناكل ايه وهنروح فين وهنقابل مين، ودي حاجة من حقنا. يعني حتى اللي عمل دايت طول رمضان بياخد له يومين العيد كده فترة استراحة محارب. أنا مبسوطة جدا النهاردة مشرفانا دكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا في مستشفى جامعة القاهرة. منورانا يا دكتور. النور ليا والشرف ليا، أسرة البرنامج كلها جميلة حقيقي، إخوات وأصحابي. حضرتك يعني ضيفة عزيزة في البرنامج، أنا عارفة من أهل الدار. ربنا يخليك يا فندم وليا الشرف. أنا اللي ضيفة عليكم النهاردة، يعني يوسف واخد كده يومين نقاهة قبل العيد. ليا الشرف وأنا سعيدة إني قابلت حضرتك يا فندم. شرفة بحضرتك. طيب دخولا بقى في الأسئلة الأكثر شيوعا، أنا عارفة أنه لازم نتكلم عن هناكل إيه، لكن الحقيقة أنه إحنا في، أنا حتى أنا ودكتور نهلة دلوقتي قبل الهواء بنتكلم، هي كورونا خلص أصحنا فرحانين أن إحنا في مرحلة ما بعد كورونا، فدكتورة نهلة صلحت لي بسرعة قالت لي لا ما خلصتش. فبذكر المناعة والكلام عن أنه برضو رغم كل الأجواء والاحتفالات إحنا محتاجين نخلي بالنا شوي، ناكل ايه يا دكتور عشان نقدر نقول انه اجسامنا على الاقل قادره تقاوم؟ هو بدءا ببدء حضرتك قلتي بعد دايت رمضان هنخش في العيد وممكن نلخبط. اظن مفيش دايت في رمضان خالص. لا لا يعني هو بدءا ببدء انا عندي اصحاب شاطرين قوي بيخسوا في رمضان. طب والله برافو. لا حاجه جميله مش محتاجه حاجه. هو طبعا احنا دايما الناس مشكلتها المناعه. قوي مناعتي ازاي؟ تقوي مناعتك ازاي؟ تبتدي تعمل تحاليل وفحوصات كل 6 شهور حتى لو انت سليم معافى تمام. وتبتدي مش هتعيش على مش هنعمل دايت يا جماعه، احنا مش بنعمل يعني مش بنعمل رجيم ولا بنعمل يعني ولا لا نعمل لا لا, لا احنا لا احنا عايزين نعمل لايف ستايل او بالزبط. عيشه بطريقه معينه صح بالزبط. اللي هي ايه؟ ان احنا ناكل كل حاجه بس بالمعقول، ان احنا نحاول نتحرك اكتر، ان احنا نحاول ما ناكلش وننام على طول، الحاجات البسيطه دي. ونرجع تاني لمصر، لاكل مصر مش الاكل. احنا شفنا في كورونا ازاي الدول اللي عندها جانك فود والحاجات دي ازاي اتبهدلت، ازاي تعبت. اللي عندهم الهمبرجر، اللي عندهم السوسيس، اللي عندهم الحاجات الفاست فود بالظبط كده، ازاي اتبهدلت في الكورونا. احنا في مصر هنا كان يعني الناس الجميله تجيب طبق فول زي الفل كده، تقطع عليه طماطم، تقطع عليه البصل، تاكل جنبيه جرجير، تلاقي بيغسل حتى الجرجير ليه طريقه كده جميله قوي، يغسله ويعمله كده. بالظبط. فدي حاجه جميله. انا الواحد حتى بيحب يتفرج حتى لو مش بياكل. انت بتتفرجي على الناس ولو انت معديه او كده بتشوفي ازاي قد ايه فرحان وهو بياكل بالطبق الملون الحاجات المبهجة. الحاجات المبهجة دي هي خلت مصر تعتبر احسن. يعني طبعا هو يعني الحمد لله القائمين على الازمه يعني ربنا يحفظهم جميعا. الحقيقه فعلا كنا بنسابق دول العالم المتقدمه وكانوا بيبصوا علينا الحقيقه. يعني احنا كنا ابديت، وانا عندي اصحاب في كل بلاد الدنيا كان بيقولوا مصر فعلا القائمين على ازمه الكورونا من يعني سبحان الله.